السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام متابعي قناة فن تربية الطيور. مرحبا بكم أخوتي الكرام لهذه الحلقة الجديدة ودرس جديد بإذن الله تعالى. طبعا شفت الفيديو أنا اللي حكيت فيه بالسابق عن المادة اللي حطيتها أنا بالماء لطيوري، وعدتكم أني أعطيكم النتيجة وأعطيكم شو طريقة التقديم وشو هي هاي المادة. ولكن قبل ما بلش بالفيديو أتمنى منك أخي الكريم متابع لهذه القناة لأول مرة الاشتراك في القناة، دعمنا بزر اللايك ومشاركة هذا الفيديو، وأمر مهم كتير إذا كنت عم تتابعني لأول مرة. بعد ما يكون الأخوة طبعا اللي تابعوني وعم يتابعوا هاي القناة وشافوا الكم الهائل من الفائدة بهذه القناة، بتمنى منك أخي الكريم متابع لهذه القناة إنك تتابع البث المباشر اللي عم بعمله كل يوم لمدة شهر من الساعة 10 مساء إلى الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة. هذا كل يوم رح يكون هذا البث. طبعا رح يكون هذا البث عبارة عن سؤال وجواب، وأنا رح أجاوب على الأسئلة تبعك اللي خاطرة في رأسك. واليوم رح أحكي لكم عن هاي المادة وفوائدها وطريقة تقديمها. المادة أخوة الكرام هي مادة الخولجان. الخولجان هي مادة من المواد الزنجبيليات، تعتبر هاي المادة من أفضل المواد على الإطلاق اللي قدمتها. كل الشكر للأخ محمد المحمود اللي ذكر هذه المادة أثناء البث المباشر وحكالي عنها أنها بتفيد الطيور. طبعا مثل ما قلت لكم أخوة الكرام أني أنا ما بحتكر أي معلومة، ولحد الآن عم بتعلم، ولحد الآن باخذ معلومات من الناس وبطبقها على طيوري وبشوف النتيجة عليها. إذا لاحظت في فوائد للطيور مباشرة بطلع فيديو وبحكي لكم عن هاي المادة. طبعا هاي المادة حطيتها لطيوري مدة أخوة الكرام حطيتها لطيوري مدة أسبوع كامل، مدة أسبوع كامل، ومن شفت النتيجة هلا بدي أحكي لكم شو اكتشفت. طبعا طريقة التقديم مثل ما كنتم شايفين هاي المشربية بتكون صار لون الماء لونه أصفر، هذا الوقت أنا بقدمها لطيري. مدة النقع 24 ساعة، تنقع في ماء بارد ولا نقوم بغليها على الإطلاق. طيب يا أبو النصر ليش نحن ما بنغليها؟ إذا غلينا هاي المادة ثلاث أرباع الفوائد تبعها راح تروح. طبعا جربت عن طريق الغلي وجربت عن طريق النقع، وكانت الفائدة العظمى كانت عن طريق النقع. طبعا يا أبو النصر أنت قدمت، شو الفوائد الموجودة فيها؟ تعتبر من أفضل المحفزات الجنسية الطبيعية، وحتى تكون بشكل واضح رح أقول لك إياها أفضل من الزنجبيل، أفضل من الزنجبيل. طبعا أنا قدمت لطيوري كان في عندي زوج، البيض تبعه غير مخصب، البيض تبعه غير مخصب، ولكن بعد ما قدمت لطيوري لاحظت النتيجة إنه البيض طلع مخصب. هاي أول نقطة. طبعا كنت نجرب عليه الزنجبيل والعسل، لاحظت انه البيض خصب من 4 بيضات، خصب 3 بيضتين فقط لا غير. دخلت مادة الخولجان على الزنجبيل والعسل والليمون ولاحظت انه الفائدة كانت افضل، تم تلقيح البيض بشكل كامل. 2، كانت فوائد عظيمة لمرض الجهاز التنفسي. لما قدمت للطير مصاب بنزلة برد اخذت النتيجة اسرع من لما قدم له الزعتر والزنجبيل او الليمون او المضادات الحيوية الطبيعية. طبعا طريقة التقديم ايضا نقوم بوضع قطعة صغيرة مع ربع معلقة من الزنجبيل مع القليل من العسل، 1 سنتي من العسل و5 نقاط من الليمون للأمراض التنفسية، وراح أحكي عنها بدرس كامل كيف تم العلاج والمدة اللي قدمناها للطائر حتى تعالج. طبعا أخوة الكرام كل مادة طبيعية مدة تأثيرها على الطائر يجب أن تعطى أقل شيء مدة 15 يوم، 15 يوم، ولكن أيام نضطر نعطيها أسبوع لنشوف النتائج قبل ما نبلش نعطيها للطيور البقية. فأنا جربتها على زوج، وهذا الزوج هو الفلل الأبيض الجابونيز أو الهوغو اللي بيكون من أنواع الطيور العواشق أو الباجي. طبعا لم أجربها على الكنار إلا الآن، لأنه الكنار عندي الحمد لله رب العالمين ما هو معتاز، عم بستخدم له العسل والزنجبيل والليمون. طبعا بالأيام القادمة رح أجربها عليه ونشوف النتيجة. الأمر الآخر ما نحكي عن هاي المادة وفوائدها العظيمة. من فوائدها أيضا أخوتي الكرام تنشيط الطائر داخل القفص مع الحلبة. يعني شلون مع الحلبة؟ بنقدم الحلبة يومين متتاليين ونرجع نقدم الخولجان مدة يومين متتاليين. باللغة التركية، هلا بسألهم باللغة التركية، باللغة التركية اسمه الهولجان، الهولجان. أنا لما رحت لعند التركي وقلت له بدي آخذ من هاي المادة، فرجيته إياها، قلت له إياها بالعربي ما فهم علي، لحتى فرجيته إياها بالتركي وقال لي اسمها بالتركي بيقولوا عنها الهولجان، موجودة عند العطارين. طبعا أخوتي الكرام لحتى ناخذ الفوائد كامله منها مثل ما حكينا، نقع مده
24 ساعة تقدم للطائر مدة يومين متتاليين. طبعا نضع المشربية مثل ما هي هيك القطعة، تلاحظ القطعة، هلا انا وضعت هاي القطعة مثل هاي القطعة، وضعتها صغيرة، نفشت داخل المشربية من خلال الماء، امتصاص الماء، واخذنا الفوائد وقدمناها للطيور. طبعا تقدم هذه المادة لجميع انواع الطيور، كوكتيل، كنار، روز، فيشر، ببغاوات، اي نوع من انواع الطيور السيلي الموجودة عندك تقدمها، وحتى تقدم للدجاج وللحمام ايضا. يعني لا تقول يا ابو نص انت عم تقدم ماده فقط للكنار او للبانجي، لا، هاي المواد عم قدمها انا لجميع انواع الطيور، ان كانت صغيره وان كانت كبيره في الحجم، ولكن تختلف من طائر الى اخر. يعني اذا كنا عم نقدم هاي القطع الصغيره للكنار، بنقدم هاي القطع الكبيره للببغاوات مثل الباجي. طبعا اخوتي الكرام، الامر المهم الثاني اللي بدي احكي عنه في هذه القناه، بتمنى اخوتي الكرام دعمي بالقناه الثانيه، راح احط لكم رابطه بالوصف حتى نوصل للمشتركين، صرنا في هذيك القناه 690 مشترك، باذن الله راح نوصل لل 1000 مشترك في اقرب وقت، راح يكون هناك في عندنا بثوث مباشره ايضا، بجوز مع اذا وصلنا هناك لل 1000 مشترك راح بلش البث المباشر على هذيك القناه فقط. راح بلش البث المباشر على هذيك القناه فقط. الامر الاخر اخوتي الكرام، بالنسبه لموضوع الطيور، شو الدرس القادم راح يكون؟ راح يكون الدرس القادم عن طيور الهوجو، طريقة الإنتاج منها، طريقة تزاوجها، وكيف نحن بنحصل على أزواج منتجة. طيب، وأيضا راح أحكي أيضا بالدرس القادم من خلال تصوير داخل غرفة وداخل محل عم بشتري منه طيور، راح فرجيكم هذا الطير، كيف بنشتريه وكيف بننتقيه، علامات الجهوزية تبع هذا الذكر وعلامات الجهوزية تبع الأنثى، كيف بتبين وكيف نحن بنعرف إنه هذا الجوز خرج نشتريه ولا لا. والفيديو القادم باذن الله تعالى، قبل هذا الفيديو اللي بدي احكي عنه، الفيديو القادم راح نحكي عن عمليات النصب والغش اللي بتبعها باعي الطيور داخل المحلات، وشو عم بتاثر على المربي. كيف انت بتشتري طائر من داخل هذا المحل وبتلاحظوا انه هذا الطائر ممتاز وبصحه جيده وبيجي لعندك بيمرض وبيموت، او بتشتري جوز تحته فراغ وبتيجي لعندك بتلاحظ انه الانتاج تبعه عقيم. هاي الامور كلياتها باذن الله تعالى راح نحكي عنها. وانت اخي المربي واخي المتابع، إذا في عندك نقطة محددة أو عندك درس ما شفته في القناة وحابب تسمعه، ما عليك إلا تكتب لي بالتعليقات أبو النصر هذا السؤال طرحته أو هذا الموضوع حابب أشوفه عندك على القناة، ما في مشكلة رح أطلع أعطيك إياه بإذن الله تعالى. وبنهاية هذا الفيديو رح أترك لك تحت بالقناة ثلاث روابط، أول رابط لحسابي على التليجرام، ثاني رابط لحسابي على الانستغرام، وثالث رابط رح يكون حساب التيك توك كمان كذلك الأمر عم ينشر عليه. طبعا سناب شات عندي حاليا موقف بسبب الحظر، حظرت ما بعرف ليش، يمكن لان دخلت من هاتف ثاني على نفس الحساب. ولهذا القدر بكتفي معكم بهذا الفيديو، كل الشكر لكل من دعم هاي القناه، كل الشكر لكل من ساهم برفع فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو النصر.